السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني في حلقة بعنوان يعني إيه هنالك وبغير حساب. إحنا اتكلمنا قبل كده في الجزء السابق على هنالك، خلينا هنا نتكلم على بغير حساب. الآية اللي إحنا بنتكلم عنها هي الآية في سورة آل عمران، اللي لما دخل سيدنا زكريا على السيدة مريم فوجد عندها رزقا فسألها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنشوف احنا ان شاء الله في هذا الفيديو 6 معاني مختلفة لكلمة بغير حساب، يعني ايه يرزق الله بغير حساب. احنا يا بشر شغالين بحساب في كل شغلنا، ما نقدرش نعمل شغلنا الا بحساب، فبنحسبها. الولد اللي جاب مجموع كويس في الثانوية العامة احسن من اخوه اللي ما جاب مجموع ضعيف، فده هيقدر يخش كلية الطب، ده هيروح يشتغل ميكانيكي، اللي يطلع الميكانيكي فتح ورشة في مكان مهم وشغله كبر، وبنت الجيران أبوها مليونير يعني عجبوا بعض اتجوزوا بعض، المليونير مات، الولد الميكانيكي بقى بليونير بيسوق مرسيدس، وأخوه الدكتور في شقة صغيرة فاتح عيادة يمكن لو عنده فيات ولا حاجة يحمد ربنا عليه. يبقى احنا كنا عاملين حسابات، وبعدين جت الحسابات كلها اتشقلبت. انت دي حساباتك وربنا سبحانه وتعالى طالب منك تمشي بحساباتك دي، لكن هو لما يحب يرزق يرزق بغير الحسابات اللي انت حطيتها، ان الدكان اللي في الحارة ما يجيبش فلوس زي الدكان اللي على الشارع اللي مساحته اكبر ما يجيبش فلوس. احنا شفنا تجارب كتير في حياتنا، فاحنا شغلنا بحساب. احنا في واقع الامر انا في مجال الموارد البشريه كنا نعمل جدول رواتب، تحليل وظائف وتقييم ومسح رواتب، وبعدين نعمل سياسه الاجور والرواتب، بعدين نعمل جدول في كل درجه وفي كل يعني مستوى وظيفي، وبعدين نعمل مواعيد صرف الرواتب، وبعدين نطلع البي رول كشف الرواتب في اخر الشهر بيحسب كم يوم اجازه وكم دقيقه الواحد اتاخر فيه وكم عموله، كل حسابنا مع بعض بحساب. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يرزق يرزق بغير كل هذه الحسابات، عنده حسابات خاصة به. خلينا نشوف مع بعضنا 6 معاني مختلفة لبغير حساب. المعنى الأولاني اللي بغير حساب يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعني يشيل هم إن حد يحاسبه أنت إزاي تصرف وإزاي ترزق وإزاي تدي ده. أنا مدير في العمل ليه جدول صلاحيات معين، لو خرجت من جدول الصلاحيات وصرفت أي شيء level of authority يسموها أحاسب، في 100 لجنة تحاسبني وأسأل عن هذا الشيء. لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكن إحنا وهم يسألون. وبالتالي أنت ما ينفعش تقول ليه كده يا رب، لما ربنا يرزق حد وما يرزقش التاني أو ما يرزقكش، أنت مالكش حق أنك تستوجب الله سبحانه وتعالى وتقول له ليه يا رب أنت رزقت ده وعملت كده وما عملتش كده. ده المعنى الأول اللي بغير حساب. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يرزقك من مصدر لم يكن ابدا في حسبانك. انت قاعد طول الليل تقول انا عندي مشكله ممكن فلان او فلان او فلان يساعدوني، وقاعد طول يعني تلف وتدور وتكلم واتصالات ورسائل علشان حل مشكلتك في واحد من الثلاثة دول. لكن الله سبحانه وتعالى لما يجي يرزقك هيرزقك من ولا حاجه من الحاجات اللي انت عامل حسابك عليها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ايه من حيث لا يحتسب في سوره الطلاق. المعنى الثالث ان بدون اصل ده مش تخصصي، يعني الله سبحانه وتعالى ما فيش فيها حاجات هو ينفع يعملها او تخصصه وحاجات ما ينفعش، لا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. في الحياة الدنيا انت ممكن تروح لواحد دكتور لو طلبت منه مشورة في سيارتك يقول لك انا مش بتاع سيارات انا الدكتور، تقول له طب انا رجلي بتوجعني في عظمي يقول لك انا اصلا مش بتاع عظم انا بتاع بطنة، تقول له طب انا قلبي يقول لك لا انا ده في تخصص في البطنه اسمه فيروس المعده ده مش تخصصي روح لواحد تاني. فكل الناس اللي في الدنيا محدش يقدر لا وزير ولا مسؤول يفيدك الا في نطاق تحكمه. لكن ايه هو نطاق تحكم الله سبحانه وتعالى وتخصص الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وان من شيء، كل شيء جزم، الا عندنا خزائنه. كل الخزائن اصلا هي عند الله سبحانه وتعالى، ومنها بينزل يوزع على الناس، وربنا لما بينزله بينزله بقدر معلوم. فانت لما تيجي ترفع طلبك، كان زمان عندنا في مصر حاجه اسمها عرض حال. عرض حال يعني انت رايح شركه الكهرباء عايز تركب عداد كهرباء، تجيب ورقه وتحط عليها طابع دمغه وتطلب السيد مدير اداره الكهرباء عايز اركب عداد كهرباء.
طب انت خارج الصبح عشان تركب عداد كهرباء ودخل ابنك المدرسه، ودخول ابنك المدرسه محتاج عرض حال دمغه تاني سموه عرض الحال، كانك بتعرض حال بتحط عليه الدمغه لها رسوم عشان تكلم مسؤول حكومي، عرض حال دمغه لمدير اداره التعليم تقول له ارجوك دخل ابن المدرسه. طيب هل ما ينفعش نحط الاثنين في طلب واحد ونقدمه لجهه واحده ونقول له ارجو تركيب العداد وادخال ابن المدرسه؟ يقول لك لا ما ينفعش يا محترم، ده لوحده ده لوحده، كل واحد ليه تخصصه. طب انا لما ارفع ايدي واعرض حالي عرض الحال بتاعي على الله سبحانه وتعالى، ايه نوع الطلبات اللي النهارده مفتوحه او ممكن اطلبها؟ كل الطلبات في كل الوقت، شايل هم مرض ابنك، صحتك، واحد مزعلك، كل الطلبات كبيرة وصغيرة حطها في طلب واحد، في رفعة إيد واحدة تطلبها من الله سبحانه وتعالى. فما فيش عند الله سبحانه وتعالى تخصص، لأن كل الخزائن أصلا بإيد الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع، ما فيش الله سبحانه وتعالى هيقول بس أنا يعني أنا كل الحاجات تخصصي بس الخزائن لا حد معين، وأنتوا سيرة كبير والناس كتيرة طالبة طلبات، إحنا هنلاحق على مين ولا مين؟ فعمره ما هيقول خلينا نتأكد إذا كان الرصيد يكفي، لأن مش هيلاحق على كل الناس اللي طلبت الطلبات. ده احنا في رمضان في وقت الفطار العالم كله رافع ايديه قاعد يدعي في نفس الوقت، ده كل ده يعني هل في رصيد يكفي لكل هؤلاء الناس؟ الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني جميعا، كل واحد طلب اللي يحلم به، فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا غمس في البحر. حط الإبرة في البحر كده وشوف هتطلع قد إيه ماء فيها. هو ده اللي ربنا أعطى لكل البشرية على الأرض، المسلم والفاجر والكافر لو أعطاهم لم ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار، ليل ونهار بتنفق بتأكل البشر وتأكل الحيتان وتأكل النمل وتأكل الشجر، كل ده ملايين السنين الله سبحانه وتعالى لم ينقص في ملكه شيء. ده المعنى الرابع. المعنى الخامس، الله سبحانه وتعالى مش هيقول خلينا نشوف رصيدك انت يسمح ولا لا، لان انا رصيد عندي يسمح ان انا ادي لكل الناس، لكن انا مش هدي لكل واحد إلا على قد الحسابات بتاعته وقد إيه من الأعمال عملها علشان يستحق إن إحنا نديله. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب المرزوق على قدر طاعته وأعماله. الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ربنا سبحانه وتعالى عنده كفاية علشان يدي كل الناس بغض النظر هي بتطيع الله ولا بتكفر الله، ده متاع الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى كل ده لا يساوي عند الله جناح بعوض. المعنى السادس، ربنا سبحانه وتعالى لن يقول بس خلينا نشوف استيفاء المتطلبات، يعني كل حاجة مفروض أعطيها لها بري ريكويزيتس، متطلبات مسبقة، يعني زي ما يقولوا يعني لازم الواحد يجهز الحاجات المطلوبة من أجل. أنت عايز لو تبني عمارة محتاج طوب وسمنت وحديد وعمال ومباني وتراخيص، فربنا سبحانه وتعالى هل يحتاج متطلبات معينة للقيام بعمل معين؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الأسباب، ولكن الله سبحانه وتعالى اللي خلق لنا إحنا الأسباب هو يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وعكس الأسباب. الأسباب لا تتحكم في الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها والذي يتحكم فيها. فأنت لا تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بنفس الفكر والعقلية اللي أنت بتتعامل بها مع الناس، أنت بتتعامل فقط مع الأسباب. خلينا نشوف مثال سريع على كل واحدة من الثلاثة دول. خلينا نشوف مثال على كيف الله سبحانه وتعالى يفعل بالأسباب، ودي كتيرة وإحنا عايشينها في حياتنا كلها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، هو جعل سبب ونتيجة، نزول الماء سبب لإنبات النبات. الله هو الذي سن هذه السنة، لكن هذه السنة لا تتحكم في الله، الله قادر أن ينبت النبات بدون الماء. فالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة هو فعل بالأسباب، هو وضع الأسباب ويشرح لنا كيف هو يدير هذا الكون بنظام الأسباب اللي الله سبحانه وتعالى وضعها. في طيب مثل على يفعل بدون الأسباب، الله سبحانه وتعالى قال
قالت ربي سيدة مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يا رب أنت اللي عملت النظام البشري، خليفة الناس بتتخلف في الأرض، راجل يتجوز امرأة والاتنين يتجوزوا مع بعض يجيبوا ولد، لكن يا الله أنا ما اتجوزتش ولم يمسسني بشر أبدا، كيف يا رب يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ فرد الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمره بالكاف، بين الكاف والنون، والله سبحانه وتعالى قال لها في سورة مريم عشان يوضح لها ويقرب لها المفهوم، قال كذلك قال ربك وهو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنت نفسك أنا خلقتك ولم تك شيئا، كنت شيء مفيش. وكما خلق سيدنا آدم، سيدنا آدم لم يكن له أب ولا أم، وزي ما خلق سيدنا حواء، سيدنا حواء ستنا حواء خلقت من آدم ولكن لم يكن لآدم زوجة في هذا الوقت. طيب يفعل عكس الأسباب، ربنا يحط أسباب لكن الله سبحانه وتعالى يفعل عكس هذه الأسباب. مثال لما سيدنا أم سيدنا موسى خافت على ابنها، اللي تخاف على ابنها تروح تهرب بيه، تحطه في مغارة، تحطه في شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإن خفت عليه، خفت عليه خبيه، حافظ عليه، فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وفي آية تانية بيقول فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. أنت بتعملي كل ده عشان تهربي من فرعون، حطيه في المية اللي تغرق في التابوت، في الماء التابوت يخنق والمية تغرق، وبعدين بعد ده كله مش يروح في حتة بعيدة، لا يروح لفرعون اللي أصلا هو بيدور على الأولاد. يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، ولكن ربنا يوعدها لو أنت عملت كل هذه الأشياء اللي هي عكس الفكر وعكس الترتيب البشري، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالله سبحانه وتعالى قال لها إن رادوه إليك، والله سبحانه وتعالى بعد كده قال لها فرددناه إلى أمه. أيضا مثال آخر على أن الله يفعل عكس الأسباب، لما يعني النمرود عمل نار لإبراهيم عشان يحرقه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ربنا جعل النار تحرق ولكن الله أصدر الأمر إلى النار لا تحرقي، وإذا برد تبقى مشكلة لأنها ممكن تبقى برد زمهرير، لكن قال برد وسلام على إبراهيم، فده الله سبحانه وتعالى فعل عكس الأسباب. طب مع السيدة مريم عمل موقفين، واحد بدون أسباب واحد بالأسباب. بدون الأسباب لما قال لها أن أنت هيجي لك طفل، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. طيب فعل الأسباب بعد ما ولدت وتعبت وهي يعني في حالة النفاس وعايزة تأكل، الله سبحانه وتعالى يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالله سبحانه وتعالى جعلها في هذا الموقف تتخذ بالأسباب. إذن إحنا نتعلم من هذه الأشياء أن الله سبحانه وتعالى عنده القدرة على فعل أي شيء، خزائن كل شيء، كل ما علينا أن إحنا نطلب منه في طلب واحد نتوجه إليه، ولكن عندما نطلب منه نطلب استغناء، نقول إحنا دعينا وخلاص، لا، نطلب زي الطفل، الطفل اللي بيطلب من أمه يا أم اديني حلوة، تقول له لا يا ولد امشي، يمشي ما بيمشيش، بيستغيث ويعيط ويبكي ويتألف في الأرض، تقول له طيب خلاص خد. فإحنا نطلب من الله بإلحاح، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لكن نستغيث الله سبحانه وتعالى ونطلب منه ونحن على يقين، ندعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.